السلام عليكم زبانه من زرطو يستر. هذه المره غادي يكونوا واحد التخفيضات خياليه في مدينه وجده في الجوي والاواني. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم هكذا باش تستافدوا كلشي من التخفيضات اللي غادي تكون عند متجر توي ستور. وبالنسبه للناس اللي ما كاينينش في وجده راه كاينه الليفريزون، وحتى الناس اللي كاينين في وجده وما يقدروش يتديبلاصاو عندنا راه كاين التوصيل حتى لباب الدار والخلاص حتى لباب الدار. غادي نخليكم في واحد الجوله غادي تكون مهم واحد التخفيضات شي حاجه رائعه، وعندنا واحد منتوجات كلاس شي حاجه طوب الجديد كيف ديما 2022 شي حاجه دوبل في في الميكا. يلا مرحبا بكم ونخليكم مع العروض الجديده. بالنسبه للتخفيضات غادي تكون ابتداء من الخميس 22 شهر 9 الى غايه 10 شهر 10، يعني 18 اليوم ديال التخفيضات باش كلشي يستافد هذه المره. مرحبا بكم كامل. بلا شك كلشي عارفينها في مدينه وجده العجاج بزاف. غادي ندير لكم واحد البرومو خطير ما غاديش تلاقاوه في مدينه وجده والمدن الشرقيه والمغرب كامل، وهذا تحدي غير ديال توي ستور كيف ما عودناكم ووعدناكم. الجلده اللي تجي تحت الباب العبار الكبير غادي تولي ب 20 درهم فقط 20 درهم. واحد يقولها لواحد وهذا البرومو ما غادي تلاقاوه حتى في بلاصه من غير توي ستور. عشاق الاناقه والفخامه كيف ما عودناكم ووعدناكم غادي ندخلكم لمبيخرات بواحد الثمن خيالي، يعني هذا الثمن ما غاديش تلاقاوه في بلاصه اخرى من غير توي ستور. الثمنات نتاع هذه المبيخرات غادي يكون 199 درهم، فيهم اربعه ولا خمسه نتاع لي موديل. غادي نوريكم كاين هذا الموديل، كاين هذا الموديل، كاين هذا الموديل، وكاين هذا الموديل، وكاين حتى هذا الموديل. هادو كما قلنا لكم مبيخرات كريستال ديال فاس، وكاين هذا الموديل اللي غادي يكون بواحد الثمن حتى هو واعر 299 درهم. شوفوا تبارك الله كي داير، شوف ومازال غادي نخلعكم بالثمن تاع هذا الموديل. مبيخره وجوج نتاع لي بونبونيير غادي يكونوا بواحد الثمن خيالي غير عند توي ستور 299 درهم. طاك مبيخره وجوج بونبونيير 299 درهم. غادي نوريكم لي موديل، وكاين هذا الموديل، وكاين حتى هذا الموديل حتى هو غادي يكون ب 299 درهم. صدق او لا تصدق مع توي ستور. شوفوا لا فينيسيون كي دايره، شوف. وكاين هذا الموديل عاود كذلك غادي يكون ب 299 درهم. الناس اللي ما عندهمش مبيخره اولا باغيين يديو شي كادو ديال الهمه والشان، هذه هي الفرصه ديالكم باش تشريو باك نتاع المبيخره ب 299 درهم. وكيف ما قلنا لكم هذا الباك راسو غادي يكون ب 199 درهم، يعني مبيخره راسها ب 199 درهم، ومبيخره بجوج نتاع لي بونبونيير غادي يكونوا 299 درهم. برومو خطيره خاصكم تستغلوها عن توي ستور. مرحبا بكم. ما كملناش التخفيضات نتاع فاس، غادي نعطيكم الاثمنه ديال هاد لي بونبونيير. هذه غادي تكون 59 درهم، هذه 69 درهم، هذه 69 درهم، هذا الموديل 69 درهم. هذا الابيراتور ديال البنات كلشي بلا شك كلشي كيعرفوها، ابيراتور ايفيكاس حنا ديجا جربناها، غادي يكون فيه واحد الثمن حصريا 99 درهم، وراه بزاف ديال البنات جربوها راه ايفيكاس، كاين بزاف ديال الالوان. سمارت واتش سيريسات راه ولا ديسبونيبل بواحد الكولورات واعرين في النوار وكاين في الغوز. هاد الكولور كيما كتشوفوا السيريسات شي حاجه طوب تي طوب، ليكرون فيها خفيفه رائعه مناسبه الدخول المدرسي وكلشي. المهم راه كتجيب جوج ديال السماطي، والثمن ديالها اللي غادي يكون حصريه ب 299 درهم. صارج وايرلس وهذا هو النوار ديالها بالفخامه والذوق الرفيع. دخلنا لكم اليوم هاد الترمويات بواحد الثمن اللي هو برومو وما كاينينش كاع هنا في مدينه وجده. كاين في 3 كولور، كاين البيج، كاين نوار، كاين البلون. الثمن تاعهم زوج 179 درهم، زوج ترمويات فيما هكا 179 درهم. برومو خطيره، موديل واعر طوندونس. مرحبا. دوري ما ندخلكم شي حاجه نتاع البريستيج في البرومو. هادو غادي يكونوا ب 29 درهم، هادو ميني. هادي هاد الموديل، وهادي الكلوش اللي راكم دبروا عليها غادي تكون ب 39 درهم هاد المره في الدوغي. هادي نتاع القرن والبلاطو نتاع القرن تاعو. شي حاجه واعره طوندونس. ديال البانكيك نتاع سبعه كانت 110 دراهم، غادي تولي غير ب 85 درهم. هذا العرض حصري غير عند توي ستور. دخلنا لكم اليوم هاد الطابي ابسوربون، هذا ديروه في الدخله نتاع الدوش ولا لداخل في الدوش.
هذا يشرب الماء، غادي نوريكم واحد التجربه، الثمن ديالو كان 120 درهم، دركي غادي يولي غير ب 99 درهم. مرحبا بكم عند توي ستور. هاد المرة دخلنا بواحد الثمن خيالي، غادي يكون فيه ثمن واعر 139 درهم. طاس شوفوا هذا يشد السخونية وخدام بالبريز، فيه معلقة في الدوغي وفيه هاد المغلقة الفوق باش يبقى شاد السخونية. كاين زوج نتاع لي كولور، كاين الخضر وكاين الغوز، وهذا هي لابواط نتاعه. شوفوا كي دايره تبارك الله، تجي واحد الكادو واعر. شوفوا غير لابواط كي دايره تبارك الله، وهي لابواط الغوز، ثمن 139 درهم فقط حصريا عن توي ستور وجدة. بالنسبه للمفاجاه غادي ندير لكم واحد البرومو خيالي في لي بارفان، كاين ازيد من 40 ماركه عالميه، اروع العطور الشرقيه والفرنسيه، الثمن ديالهم غادي يكون حصريا في مدينه وجده ناقص 10%. بالنسبه للبنيتات والوليدات حتى هما ما نسيناكمش، درنا لكم واحد البرومو رائع في لي جوي كاملين، غادي يكون فيه واحد البرومو ديال 10%. ندير واحد الجوله خفيفه. مرحبا، طهارة رويال ديال 10 ديال القطع الجديد، دخلناه لكم بواحد الثمن خيالي، الثمن ديالو غادي يكون هاد المرة 189 درهم، كيجيبها التشكيلة. مرحبا. قلتونا عليهم بزاف وما كان علينا إلا نلبيو الرغبة ديالكم، كانوا 249 درهم، غادي يوليو 229 درهم. هادي سيبورا تجي فوق الطواليت، ما تحتاجو لا تحفرو لا حتى حاجة، وهادي الكوان ديال الدوش حتى هي ما تحتاجو لا تحفروا لا حتى حاجه، الثمن ديالهم غادي يولي 229 درهم. واحد ديال الزاج في الجوده العاليه، شوفوا غير الهندي يجيب لكم الاخبار، ندير له واحد التست هنايا في الزاج، ديروها بحال هكا وتخدموا بها هكا. الثمن ديالها غادي يكون هاد المره 89 درهم. مرحبا. بغاو يطيحوا الوزن، سويتشيبر هو الحل الامثل، الثمن ديالها غادي يولي 99 درهم، فيها لي طاي بالنسبه للرجال وديال النساء. مرحبا. وبالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الجنين ديالهم خصوصا في القدام، دخلنا لكم هذا الحل اللي ساعد بزاف، اللي الثمن ديالو هاد المره غادي يكون ثمن حصري بثمن خيالي 29 درهم عوض 39 درهم. هذا كتقدروا تلبسوا تحت منه التقاشيره وتلبسوا عادي، يعني هو ميم طون مريح، يعني واخا ما يكونش عندك تشققات يعني كيحس بواحد الراحه في القدم، واخا توقفوا بزاف. مرحبا. بالنسبه للناس اللي بغاو يحافظوا على الطوموبيل ديالهم من الداخل، طابل بورد اي حاجه، راه واخا سال الصيف ولكن الشمس كضرب الطوموبيل ملي تكون مستاسيوني برا، دخلنا لكم هذه المظله العجيبه اللي الثمن ديالها المره غادي يكون 139 درهم حصريا في المغرب كامل. مرحبا. لعبه ماريو الجيل القديم هذه المره غتكون بواحد الثمن حصريا في مدينه وجده 159 درهم، كتجيب 400 لعبه. شجعوا وليداتكم وهما صغار يغسلوا السنين ديالهم، دخلنا لكم هذه الشيت العجيبه ديال الاطفال ديال السيليكون، هذه العبار من عامين و12 عام ماشي من عامين 6 سنين، الثمن ديالها غادي يكون ثمن البروموسو 29 درهم. بالنسبه للمكنسه العجيبه راه ديسپونيبل من جديد في لاكاليتي المزيانه، غادي ندير لكم واحد التيست واحد التجربه. الناس اللي كتشك في هذا الاسبيراتور كتجيب هذا الشطبه ديالها على حساب لاكليم ديال الطوموبيل، اي حاجه ضيقه غادي ندير واحد التيست، كتخدم هذه في السراج من الكنابي اي حاجه، غادي ندير واحد التيست باش تشوفوا الفعاليه ديالها. شي حاجه طوب يعني الصراحه خدامه مخير، ورو شارجابل الثمن ديالها غادي يكون حصريا في مدينه وجده 129 درهم في لاكاليتي مزيانه. مرحبا. وبالنسبه للبنات اللي كانوا يقلبوا على اكس ار كلينر، هاد المره دخلنا لكم في دو كاليتي، كاين هاد لاكاليتي الاولى اللي الثمن ديالها 139 درهم، ودخلنا لكم في لاكاليتي المزيانه، غتشوفوا الفرق عندنا في المحل، الثمن ديالها 179 درهم، شي حاجه كاليتي باش تعرفوا الفرق بيناتهم. هذه كتجي بلا كاتالوج، هذه كتجي بالكاتالوج. الاونتي فيبراسيون بلاش كامل عارفينها، هادو رجلين ديرهم الماشينه لافي باش ما تبقاش تهزز ولا ديرهم الثلاجه ولا اي حاجه، الثمن ديالهم غادي يرجعوا غير ب 17 درهم، ونتحدى اي واحد يدير هاد الثمن في المغرب كامل. هاد العرض خاص وحصريا غير عند توي ستور مدينه وجده. ندير لكم واحد البرومو خطيره في البيروية تاع الدراري الصغار، هاد الموديلات فيهم تاع الاولاد وفيهم تاع البنات، الثمن تاعهم غادي يكون 340 درهم. والبيرويات الكبار غادي يكونوا بواحد الثمن خيالي خطير، ماشي 490 ماشي 450، 399 درهم. برومو خطيره عند توي ستور، البيرويات الكبار 399 درهم، وكاينين في تاع البنات وكاينين في تاع الاولاد. مرحبا بكم عند توي ستور. اللي كانوا يسولوا على البرارد وبغاو فيهم برومو، جبنا لكم واحد البرارد في البرونز وبثمن واعر، هذا فيه يوترو 90 درهم، هذا فيه يوترو و600 مليلتر غير ب 110 دراهم، 90 110 درهم. مرحبا بكم عند توي ستور. شوفوا كي دايرين، شوف. وجبنا لكم اليوم عاود هذه البرومو الزينه اللي غادي كاع تعجبكم، طابله نتاع البيسي ولا نتاع الدراري الصغار ياكلوا فيها ولا يقراوا،
غادي يردوها غير ب 33 درهم. مرحبا بكم. ما كتعرفوش الشتا قربت والناس ما غاديش تقدر تنشر في السطح، دخلنا لكم هذه البرومو الخطيره. نشاره لمارك ساغا ب 199 درهم، الثمن ديالها القديم كان 220 درهم. استغلوا الفرصه عند توي ستور، وكما كتعرفوا لمارك ساغا راها معروفه بزاف. يلا مرحبا. المره درنا لكم واحد البرومو رائعه في البخور شيكولا، الثمن ديالهم بلي وحده 39 درهم، والا خديتوا اربعه ديال الحبات عندكم وحده غراتوي. راه كاينين بزاف ديال الشكالات، انا الابيض رغبه عود موت بزاف، المهم ديال الشكالات كاينين. مرحبا. دخل لكم حتى هاد ليويل اسونسييل ديال ديفيزور، حتى هما غادي ندير فيهم واحد البرومو، اربعه ديال الحبات وحده غراتوي، الثمن ديال الوحده 29 درهم. شوفوا تبارك الله على ليمون، دخلنا لكم هاد المره بزاف ديال الالوان، الثمن ديالهم غادي يكون 99 درهم. شوفوا تبارك الله على ليمون كيداير في الضوغي في النوار. مرحبا. دخلنا لكم هاد دوتشمان هاشوار رائعه 500 واط، الثمن ديالها غادي يكون 199 درهم. برافو سيدي. المقله الغنيه عن التعريف رائع، يديروا فيها تقريبا كلشي، يقليو فيها الفريت الكيكه اي حاجه، المهم الثمن ديالها غادي يكون حصريا حتى هي 220 درهم. كتجيب هذه الجلده زياده. مرحبا. بواحد الثمن حصريا في مدينه وجده، يمكن في المغرب كامل، الثمن ديالها 149 درهم. مرحبا. الالعاب التعليميه، ندخل لكم هاد الطاوله ديال الدراري الصغار، فيها الالوان بزاف، غادي يتعلموا فيها الرسم، الكتابه، الارقام، اي حاجه، الثمن ديالها غادي يكون 75 درهم. بعد الاغراض الطبيه هذه ديال الرقبه، وكاين عاود هذا البون ديال الرقبه فيها لي طاي. زدنا دخلنا لكم واحد الحزامه ديال ثلاثه ما يقدرش يكسوها، اللي عندهم مشاكل في الدار هذه في المغرب كيبدا كتعطيك واحد الفيبراسيون باش ولات تقدها من جديد. هذا الشرط اللي بغى يحل وزن حتى هو ديسبونيبل في الدار بزاف. دخلنا لكم حتى هذا البون اللي كتجبد الدار، كتجبد الدار مزيان على حسب التقوس ديال الدار، والناس اللي عندهم مشاكل في الدار دخلنا لكم هذه رجال ونساء، ودخل لكم حتى هذا ديبادور ديال البنات والولاد اون ميم طون، حتى هو زوين